السلام عليكم متابعين قناة فيروس سيونكس، حلقة جديدة معكم اخوكم من ستيتو، وان شاء الله مكملين في دورة تعليم لغة البايثون. في الحلقة دي هنشرح انواع الفاريبلز. انواع الفاريبلز في البايثون هم ثلاث انواع. اول نوع اللي هو يعتبر الانتجر، والانتجر ده اللي هو يعتبر عدد صحيح او قيمة صحيحة، مثلا 1 2 3 4 5، فده يعتبر كده انتجر قيمة صحيحة، فده اول نوع من المتغيرات. النوع الثاني اللي هو يعتبر سترينج. سترينج ده اللي هو ممكن يكون كلمة او جملة او حروف، فده كده يعتبر اسمه سترينج، بيتكتب بطريقة معينة، بتحط علامتين تنصيص في الكود قبل ما تكتبه، ده كله ان شاء الله نشرحه بعد شوية. والنوع الثالث والاخير اللي هو من نوع فلوت. الفلوت ده اللي هو يعتبر بيبقى نظام كسور كده، مثلا 1 2 3 point 1 4 5 point كده، مثلا بتبقى في بوينت بين الارقام، نفس الانتجر بالظبط بس بيبقى في بوينت او كسور. تمام يا شباب، دي كلها يعتبر الانواع الثلاثه الاساسيه اللي في لغه البايثون، ان شاء الله نشرحهم بالتفصيل بعد الفاصل. هنطلع فاصل بسيط ونبدا الشرح على طول. يلا بينا يا شباب نشرح انواع الفاريبلز. طبعا احنا قلنا ان في البايثون ثلاث انواع من الفاريبلز، اللي هو يعتبر اول نوع الانتجر، وده اللي بيكون قيمه صحيحه، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 وكده. النوع الثاني اللي هو يعتبر سترينج، والنوع ده اللي هو بيكون مثلا قيمه او حروف او جمله مثلا، فده بيكون ليه طريقه ثانيه في الكتابه، زي مثلا الطريقه دي هنشرحها دلوقتي. النوع الثالث اللي هو يعتبر فلوت، وده الكسور. الكسور ده مثلا 1 2 بوينت مثلا 3 4 5 كده مثلا، بيبقى كسور. فبالتالي دي كده يعتبر انواع المتغيرات في البايثون. طيب تعالوا نبدا ان احنا نشوف كده بنكتبهم ازاي. مثلا اول امر اللي هو الانتجر، مثلا هنكتب v7x، تمام. بعد كده هنديله القيمه بتاعته، هنقول له انت كده بتساوي 1 2 3 4 5، تمام. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو قلت لك print، بعد كده فتحت لك قوسين وقلت لك اطبع لي v7x، هيبدا ان هو يجيب لي ايه على طول؟ 1 2 3 4 5، مش هيجيب لي v7x، ولا هيجيب لي الكود، ولا هيجيب لي الكلام ده. ده طبعا شرحناه في الحلقه اللي فاتت، بس ده بتستخدمه مع يعتبر القيمه الصحيحه اللي هو انتجر. طيب القيمه اللي بعد كده اللي هو النوع الثاني اللي هو السترينج، اللي هو يعتبر قيمه او حروف او جمل. بمعنى الحلقه اللي فاتت انا شرحت لك الكلام ده، اللي هو يعتبر ده كده يعتبر سترينج. طيب السترينج ده بنعمله ازاي؟ بنقول مثلا v7x، خلينا نزود x ثانيه عشان ما يجيبلناش ايرور. بعد كده هنقول له انت القيمه بتاعتك، وهن نبدأ ان احنا بقى ايه نفتح القوسين دول، عفوا علامتين الاقتباس دول. علامتين الاقتباس دول او التنصيص دول ممكن نحطهم، او ممكن نحط علامتين التنصيص دول زي ما احنا عايزين، بس هنبدأ بعد كده ان احنا نحط هنا السترينج ده اللي هو يعتبر ايه. ممكن نكتب مثلا 3 4 كلمات وحروف وكلام من ده، اي حاجة انت عايز تكتبها، تمام. طيب بعد كده هنبدأ ان احنا نحطهم في قوسين كده، بحيث ان احنا يعني كده ده الامر ده، اطبع لي مثلا كذا واقول له مثلا برنت، تمام. اقول له برنت مثلا، افتح القوسين تاني وهقول له هنا من غير بقى علامات اقتباس خالص، هقول له اطبع لي v7xx، نفس الفكره اللي فوق بالظبط، بس ده يعتبر سترينج، تمام. بنفس الوقت هيعمل لي طباعه على طول. طيب هنبدا ان احنا نروح لاخر حاجه اللي هي الفلوت. الفلوت ده اللي هو يعتبر الكسور، هنعمل مثلا flo، بعد كده هنعمل يساوي، هقول له مثلا اطبع لي مثلا 1 2 بوينت مثلا 7 8 مثلا، تمام. طيب هنبدا ان احنا نعمل برنت كده من غير اقواس، طبعا دي هتكتبها من غير اقواس ولا من غير اي حاجه خالص. هنبدا ان احنا نعمل برنت، تمام. بعد كده هقول له اطبع لي الفلو، القيمه بتاعت الفلو دي عايز اعرفها، تمام. ناكد بس ان مفيش اخطاء، اول واحده انتجر والثانيه سترينج والثالثه الفلو، تمام كده. هنبدا ان احنا ندوس على رن. خدوا بالكم كده من اللي هيحصل. اول حاجه طلع عمل لي هنا طباعه هنا 1 2 3 4 5، بعد كده القيمه الثانيه اللي هي السترينج، بعد كده الفلوت. زي ما انتم شايفين تقدر ان انت تعمل الاوامر دي، ولذلك قلت لك في الحلقه اللي فاتت او اول حلقه تقريبا، ان ما ينفعش مثلا تحط امر زي ده كده، يعني مثلا هنا مثلا كده، ما ينفعش ان انت تحط دي مثلا بين قوسين كده وعلامتين تنصيص، ولذلك قلت لك كده ان ما ينفعش. فبالتالي هنا لازم تخلي بالك جدا ان انت مثلا لو بتعمل امر انتجر، فانت بتحط له الارقام على طول، فانت تبقى فاهم ان ده انتجر، مثلا المتغير ده يعتبر انتجر. النوع الثاني اللي هو يعتبر قلنا سترينج، والنوع الثالث اللي هو الفلوت الكسور، تمام يا شباب. دي كده يعتبر كانت حلقه النهارده، بتمنى تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك والسبسكرايب. عندك اي مشكله اكتبها لنا في التعليقات، وان شاء الله هرد عليك على طول. لو عجبك محتوى القناه اعمل لها شير، وما تبخلش على اصحابك عشان يتابعوا الدوره دي ويستفيدوا زيك، عشان يعني العرب يطوروا من نفسهم وكده يا شباب، وده ان شاء الله هدف القناه. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في حلقه جديده من قناه فيروس 7x. السلام عليكم.